السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ معاكم وعد، وحشتوني كتير. بناء على طلباتكم طلبتوا مني ان انا انوع في الفيديوهات، وده اول فيديو ليا، يا رب ينال اعجابكم. عنوان الفيديو باين: تنظيف الطاسات القلي بكل سهولة ومفيش اي تعب تاني ان شاء الله. انا اصلا ما كنتش هصور والله الفيديو دوت، بس لما لقيت النتائج مرضيه وجميله قوي قوي بالمكون اللي معايا اللي انا قلت اجربه دوت، ما رضيتش استنى، وقفت اللي بعمله وقلت لازم اصور فيديو عشان حبايبي يستفادوا زيي. بس لو حضرتك اول مره تشوفي قناتي وعجبك الفيديو، يا ريت تدعميني بالسبسكرايب واللايك والشير عشان الكل يستفاد زينا. انا مش هستعمل ملح ليمون ولا كربوناته ولا اي حاجه. المكون اللي معايا دوت انا بستخدمه لغسل الشفاط، ما شاء الله مسافه ما بحط حته على السلكه كده او نقطه على السلكه وبدعك بيه الشفاط بيرجع كأنه جديد بفضل الله. سايبه عيون البوتاجاز والحوامل والبوتاجاز كل دهون عشان اعمل فيديو تاني بنفس المكون واوريكم بينظف ازاي. مكون بسيط موجود في البيت كل مصريه، مش بيخلى من عندها. ابطل كلام بقى واوريكي ايه هو المكون اللي معايا، ويا رب الفيديو يعجبكم. بصوا يا بنات، هو ده اللي معايا دوت، زيت القلي اللي احنا مستعملينه قبل كده. تمام، لو حضراتكم واخدين بالكم ان الزيت سوري في قعر الزيت تحت اهو واقع السواد او الدهون بتاعه الطاسه واقعه جوه اهو. تمام كده، انا على فكره مش هستعمل الطاسه دي تاني، انا هرميها اصلا، بس انا قلت عشان تستفادوا زيي. كنت مش عارفه بصراحه اعمل فيديو ايه تستفادوا منه، فلقيت الفيديو ده حلو قوي صورته لكم، وانا مش هستعمل الطاسه دي تاني، انا هرميها اصلا. بس انا حبيت اوريكم بس ايه، ان انتوا لو عندكم طاسه بنفس المشكله تعملوا اللي انا هقول لكم عليه ده. الطاسه هي فيها زيت، علقت على الزيت اهو، هسيب الزيت يغلي لمده 3 دقايق او دقيقتين وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا بنات، اهو سايبين طبعا صوت طقطقه الزيت اهو، تمام بيغلي اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب الطاسه حبيبه قلبي المعفنه دي وهغطسها في الزيت. تمام اهي، على فكره الطاسات دي تدل على اننا سيدات مكافحين والله العظيم يا بنات، محدش يستغرب، دي بتدل ان احنا ما بنسيبش اولادنا من غير اكل، بنعمل اكل يعني بصي بنعمل اللي ربنا قدرنا عليه واللي ربنا امرنا بيه. تمام، هسيب بقى الطاسه دي تغلي على النار مع الزيت لمده 3 4 دقائق كده، ياكلوا مع بعضهم. ليه بقى؟ لان الزيت اللي حوالين الطاسه نفسها زيت بس متجمد، يعني قصدي سوري السواد اللي جنب الطاسه اللي وسط اللي في حوالين الطاسه ده زيت بس متجمد، فهنفكه بالزيت برضو. فالزيت اصلا اللي انا بعمل بيه الطاسه دوت هيفضل يغلي حوالين الطاسه نفسها، فبالتالي هينزل السواد بتاع الطاسه الاساسيه اللي انا بنضفها، هيسيح الزيت لان الماده اللي موجوده زيت، فالزيت هيسيح مع الزيت. طبعا هنتخلص طبعا من المشكله دي. بصوا واخدين بالكم طبعا من البوتاجاز، ما حدش يقول عليا مش نظيفه يا بنات، انا سايباه عشان برضو اوريكو ان الزيت اللي معايا زيت الاكل ده رهيب رهيب يا بنات. مش هتستعملي اي مساحيق تاني لتنظيف البوتاجاز او تنظيف السيراميك او تنظيف الشفاط، الزيت المستعمل وبس. انا من كتر جمال الزيت بقى عينه في البطرمانات، وبستعمل بيه اي حاجه للعيون بقى زي ما انا قلت لكم، وان شاء الله هتستفادوا جدا. تمام يا بنات، انا اصلا مش هنضف الطاسه معاكم ولا اي حاجه عشان برضو وقت الفيديو، وانا اصلا هرمي الطاسه زي ما انا قلت لكم، بس انا قلت اقول لكم الفكره دي قبل ما ارميها عشان تستفادوا. بصوا هتلاقوا طبعا وانتوا بتغلوا كده بالزيت، هتلاقوا ان الطاسه زي ما انا وريتكم كده، هتلاقي الزيت نفسه بينزل من الطاسه. سامحوني والله انا كنت عايزه انضفها لكم يعني، بس انا مش حابه لان انا ما بحبش ارهق نفسي جامد. تمام يا رب تكون الفكره عجبتكم النهارده ان شاء الله. جربوها وان شاء الله هتستفادوا جدا جدا بيها، حتى لو بعد ما تسيبوها 5 دقائق وتدفوا تطلعوها زي كده مثلا اهو، عشان برده ما تبقاش سوري، هتطلعيها طبعا اهي
هتلاقيه كله بيقع كله. سوري يا بنات شفتوا، هي دي الحصه اللي انا فيها. هتلاقوا طبعا الزيت بيقع، وتستفادوا جدا ان شاء الله بالزيت دوت. ويا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده ان شاء الله. ما تنسونيش في الشير بقى عشان الكل يستفاد زينا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.